la CRSE del prodotto di economia. Concernant aussi les voiliers, réseau agité, comme au niveau de la COVID, et la COVID. Je voudrais savoir un café qui est mort avec un taux de saturation de 40% de villes et de 100 villes, 4 GLDE. Concernant les projets en cours, on a inscrit pour le Mali 2024 3 villages, le projet en cours de réalisation concernant le sommet, a été arrivé ou la ZIP a été arrivé. وكان عندنا الرسمة قاسية كان عندنا لقاء مع السيد رئيس البلدية ويجينا فيزيت للبلدية وتم على بلوكاسيون بور فير دي زيتي دي على تروا ايتيني على تروا زيتيني كونسيرنو لا كومين كومبلي ونهارات سونون لي دي جيو ماكوتيك لونتربريز وشوفوا لي لي فيلاج اللي راه فرطوهم في بروكي ابري لي فيلاج اللي راه فرطوهم في بروكي اللي هما كل الاحتياج اللي كيما هي اللو ابي هو اللي عنده رايوناج دو 5 كيلو يعني كيف هو يكيفو في فيلاج اللي سوتر فيلاج يجوا ابري اكسبونسيون تو ريزو هذا هو كنا سوا عنده طلب فيلاج راه موفور لاني 2025 حنا نونس لي كيت سيت امي بور اريتي بلان داكسيون بور لاني 2025 بور كل لي طوا انا ريدوها سوا لي تيجيو مالكوتيك اللي دو بلاش كنا اللي كان تعليم هذا سي سي بي ان شاء الله يعني لا سؤال اي تيسو كيلو دو لي زوتر كانت اللي تيكم بلون دو بلاي تو تربي كنت اذا لي بلون داكسيون بروشان.